طرائم عند مولانا الثامن يقبل وكلاء مثل الجلاس كان الله عسي أبو رقيب غير بعد ما سمعنا من القيادات كنا متأسفين. محمد راعي الناس تعرف بالأخبار مجهوداته كان مسؤول على الناس مستوى هذا عظيم غير بعد هذا ما تصلكم التفريش لا تصلكم الإقصاء لا تصلكم كامل عنده الإنسان يكون البخاري
الين عاد لا سنه بدا من قريب وتسلسل عليه عاد يقول لا قرر لا تمشي Sure.
الارض في العيون اللي هي بد مدرسه فيون كان مجاور ابو بريطانيا هذا اللي معانا العام يسمع يسمع وقطع عنه البعض منها الدالي وأول حد من الناس اللي من الدولي العيون هو الجانب الثاني الشيخ مصطفى السيد خاصة هالمنطقة وخاصة أم اللي ناس من القبائل المعينة والله ما قصرك منه الشيخ مصطفى السيد والأمانة الوطنية كامل الأمانة الوطنية من قلنا عنها وداروا قبائل وهو راضي بما كان قاعد راعي وزال ما راعي فيه قطعا قال عنهم مثل زال ذات الصفا ذوك القبائل وهم من يعادوا في الأمانة الوطنية وسماها أول شيء معناها سماها الدربان المرقع هذا الشيء ثاني خلق مولي في 91 هذه أول معارضة كانت في خلق من بعد قبيلة معينة وقام كان جاي طبعا لو حطنا عليه مراجع اجتماع في 27 مدرسة 27 اللي عاد تضرك يقول له ابو الجر مصطفى السيد ومعاه محمد عبد العزيز ومعاه القيادة كامل وكان يتكلم في جاي وتسيد والله الشامين هو في المعارضة اللي يرسم الشباب مثقف منين قام يتكلم في المعارضة الإسرائيلية تفت شور المحفوظ علي ليبي وقال أبو يشير قال المحفوظ علي ليبي قال له وقع صداه قال له شوفوا وجه مولاه تنقل المحفوظ علي ليبي ومرق من القاعة لا خارج حد ما قد قال له كلمة خاصة ولا خارج حد ما قد جر إنسان هذا موش يزيدك بسم الله الرحمن الرحيم والله إلا تحية لك يا العسيري والله إلا تعرفوا حق بعض هذا الشريف ولد محمد محمد ولد سيد أحمد ولد علان حق بعض أمه ميمونة بنت الله الله يوليها الرحمة الحاجة ولا هو دارق على حد شغل الله لا تبعدوا من ذاك اللي قالكم العسيري أراه قطعا عن هذه الخيمة من أشراف أهل هذا البلد ولا هي تزييف ولا هي زور ولا هي
مولي نفاق الحد يسوى منه. الله ان شاء الله يواليه الرحمه واللي باقي من تركتهم الله يطول عمره. اهل علام خيمه كبيره خيمه الناس كامله هاي الحقيقه. وصار عنه هو ما حد مولي شرك صرت تكلفا بعد راجل زين والله ما والله مولي ما لنا منافقين بها له ولا لحد ثاني. الله يا معاملات والله يا ذاك اللي قالت لكم مولي الحاجه الا لا تزرقوه حق احتراماتي وتحياتي. اي والله وليه الرحمه ان شاء الله والله ان شاء الله يصبر اهله ويلهمهم الصبر والسلوان. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لله ما اخذ وله ما استبقى. احتراماتي. الله ان شاء الله يقمزوا بنعيم جنات الرضوان ان شاء الله ويلقيه بذيك الحاجه ان شاء الله. امين. جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من خير واحسان لكافه الناس. امين يا رب العالمين. واشهد يا من تسمع وهذه حقيقه. مرحبا بكم مره ثانيه سيدي ولدي. اسمحوا لي انا جاتني تليفون وانا عارف بعد اللي قلتكم شنو هو المهم. تجمع هذا اللي كان في زمان قال شوف اخبار من قالوا غايد الرمز يشير المصطفى فمات كاملات في افريقيا عارفين اخبار من وصل جايبات اخباره يكون فاما عندنا حنا يكون فاما تنحنا هذه ما هي جايبه اخبار هذه ميول محمد في الامان الوطني جاد مين حتى هو تم لا يتقال فاطمه محمد الميدان كامل قالوا هما مقاتل وجروح وما اعرف شنو هو الدفع وزرت العيال وزرت ذا كامل لينا لا عاقب ذاك منين مولي حتى هو يمرض وسخاولوا على النعود ملحق عسكري في هو اسمه في العاصمة تمين قال له لا صاحب البصبورات ما قدوا يعترفوا له بعلى انه قنصل الى نرتحم نرتحم عاد يقولوا القنصل ارتحم فلذلك قال له لا صاحب البصبورات لا هذا هو اسمه لعل قاعد يتنافس معاهم هما يحد على السلطة ولا يحضر معاهم فيه بخاري احمد بارك الله اللي قالت صلات عليه الصدر والحجر بعيد وقريب قرات عليه القران في جميع القارات جميع القارات هذا العالم وكاملة تعترف به تعترف بدبلوماسيته وبأخلاقه وبقيمه وبذاته وبحالته مفتش في تجمع للأمانة الوطنية فتشوا الرئيس الراحل هذا عندهم ماتشي اللي داير فيها واسمه الدو هذا ودي الشيء دائما اللامين يجي ويزرقها عند يطرحها عند احدى المتفقين اللي في التجمع قالوا هذه قالوا الاسم اللي دائما اللام تافقتك فيها آلة تجسس والله شيء المفتش شوفها مات اذا انا ما قد ثاغوا في حد لا قد اعترفوا الحد بفايته ولا بنتيجته ما هو منين منين منين, منين يرحل عادوا منين فرضت عليهم منين فرض عليهم مولانا لان ما قط مولي عدل وتأبين الحد سابق منين انقلبت لدمية على تأبين البخاري وله برحمة الله ذاك هو منين عادوا يعدلوا الرواية سابق ذاك ما كان قاعد حد ينطرح بحسابه ولا يقدر الحد فيه غير لا الناس يوم مولانا صحق وتوفي الشي منين ينزلوا مولانا ينزل جاءت الناس من بعيد ومن قريب وانقلبت الناس وحزنت كاملة وحتى اللي في العالم كامل قرأ عليه القرآن وبقى فيه ورحم عليهم صاروا مسلمين والناس كاملة بقى فيه حد انهم هما يعادوا عادوا ذاك منين يموت حد منهم يعودوا يعيطوا للناس عن هالجي وراهم ما عدلوها الحياة حشيبة ولا فريطيس المهم هذا باطل لا نختاره رجلي يعرف علينا عنه الشكر لا تم يطلب يبطيه عن شكرهم
ويبطيها عن تعزيتهم ويبطيها عن ذاك اللي له يقولوا في حقه، لأنه ما هو له ينقال لين مات لا تعود عليه شيء، ما له حد حاضر. ذاك ذيك السيرة الذاتية ما هي اللي تعتمد ولا هي اللي يصنت لها ولا هي اللي تقدم ولا عاد ملاهم واللي قاع ما يجيش حتى. لا بد أن ينخشم بذاك النوع من الكلام اللي ينخشم به محمد ونخشموا به كاملين.